في شأن آخر، تمكنت فرق الحماية المدنية من إخماد حريق على مستوى مصلحة الأرشيف لمجلس قضاء وهران، وهو الحريق الذي نشب على الساعة 4 مساء وطال بعض الملفات للقضايا المدنية المفصول فيها نهائيا. الحادث يعود سببه إلى شرارة في الإضاءة على مستوى مصلحة الأرشيف حسب النائب العام لمجلس قضاء وهران. الساعة 4 مساء وقع حريق في قاعة الأرشيف، في قاعة الأرشيف الخاصة بالملفات المدنية، لأن عدة قاعات كل قاعة فيها ملفات معينة. هذه الملفات تاع المدني، ملفات كنقول ملفات قديمة، الخسائر خفيفة جدا، نقدر نقدرها حوالي 20 علبة، 20 بواط دارشيف اللي نقولوا ديترويت، وهذه 20 علبه ما تاثر على والو لانها ملفات تاع قديمه، ملفات تاع العرائض تاع المحامين تاع الاطراف الى اخره. بعد هذا كاين سكون ابيل لا مينوت، والملفات هذه منفذه وما فيها حاجه اخرى. لي كوز يعني الاسباب ليكليراج نتاعها سي دي نيون الفوق داب وبدا الفوي نتاع النار من تحت وجا طالع. هذا وفور الحادث أمر النائب العام لدى مجلس قضاء وهران أمر الضبطية القضائية بفتح تحقيق قصد الوقوف على أسباب هذا الحادث.